استاذ جمال، خليني ابدا مع حضرتك. ويوم الثلاث ان شاء الله النادي الاهلي سيقيم احتفاليه النجمه العشرة. هل بتعتبر يعني بصراحه الوقت كان من المفترض ان كان يتم الاحتفال بهذا الفريق طبعاً بعد الحصول على البطوله مباشره، ولكن ارتباطات كثيره جدا في الاخر قدرنا نوصل ان شاء الله يوم الثلاث ستقام هذه الاحتفاليه. هو طبعا انا مش هقول انها احتفاليه متاخره لسبب لان الظروف اللي كان فيها النادي الاهلي وظروف توالي البطولات يعني الاهلي كسب في الفتره دي العديد من البطولات مظبوط، وبيرجع من بطوله يدوب يستعد للبطوله اللي بعدها، فبالتالي ما كانش في امكانيه خالص لاي وقت متوفر. بالعكس انا بعتبر التاخر في هذه الاحتفاليه مجبر، يعني اكتر ترجمه لمدى ازدحام الموسم اللي فات. انت مش لاقي وقت حتى تكرم ولادك اللي كسبانين يعني بطولتين افريقيتين، التاسعة والعشرة وما بينهم من بطولات. التاسعة قبل العشرة بالظبط يعني. لا يعني شوف انت هتكرمهم بالعشرة يبقى لهم عندنا كمان تكريم التاسعة يعني ده، او نعتبر دي بقى تكريم لكل البطولات اللي فاز بيها الاهلي ان شاء الله. استاذ محمود، يعني بعض من لا يشجع الاهلي راح يقول لك يعني انت خسران الدوري وخسران السوبر الافريقي في الهاندبول ومع ذلك بتحتفل؟ ده الطبيعي البطل. يعني بطل يعني يعني عاوز اقول الناس برضو يعني طب هو لو خد كل البطولات طب ما سابش حاجه يعني مش عاوزين نعرف يعني عاوزين نرتاح على جنب برضو يا كابتن اسلام. ده المنطق غريب جدا. لو البطل خسر ما خسرت ديك وخسرت دي. طب لو كسبت كل البطولات انت ما بتسيبش حاجه، انت مش بتلعب وحدك، ده في مش عارف ايه القطب الاوحد والكلام الكبير اللي بيطلع. هي مش يعني هي الحياه هتبقى كده. وكل واحد بيحاول يفسر الموضوع المزاج، لكن هو الاحتفال مطلوب قبل بدايه الموسم لانه ده دفعه للمعنويه للفريق وللاعبين اللي استحقوا التكريم. وعلى وجه يعني الخصوص انه التكريم من وجهه نظري محمد مجدي قفشه. قفشه بطل اللي ادانا الدفعه، لكن البطوله دي جت ببطوله الفريق كله من جهاز فني ومدير، يعني ربنا وفق محمد مجدي حطه في الحته دي في اللحظه دي عشان يجيب في التاريخ ده عشان يجيب اللقطه اللي هي 11. عملت يوم 27 نوفمبر، ده تاريخ مفصلي وفاصل في مشوار الاهلي. رحمنا من حاجات كتير والله. رحمنا لا كتير. مش رحمك ده مش رحمك وبس، ده رحم مصر. فعاوز اقول لك انه المشهد يعني يحتاج فرحه وفرحه كبيره جدا. والاهلي دايما البطل حتى لما بيتعرض لبعض الانكسارات في مشواره، ده بيبقى طبيعي جدا، لازم الانكسارات دي بتولد البطولات وتولد الانتصارات وتحقق البحث عن الطموح الاكبر. انت دلوقتي بتفكيرك هتعمل ايه في كاس العالم للانديه، نفسك تروح لغايه فين، يعني نفسك يبقى عندك طموح خصوصا المباراه النهائيه دي، من الحاجات اللي ايه اللي اكيد تفكير الجهاز الفني والتدعيمات اللي تمت في الفتره اللي فاتت. فاعتقد انه احتفال لعائله الاهلي وأسرة الأهلي وجماهير الأهلي كمان، هي البطل في المشهد كمان، بطل الأساسي والداعم الأساسي، مجلس الإدارة اللي أدى دور كبير جدا لا أحد يختلف عليه وتحمل كثير من التبعات والمسؤوليات، ولم يخرج منه تصريح ولم يظهر منه أحد يتحدث عن البطولات. هذا هو الأهلي، الأهلي يا جماعة البطل فيه واحد اسمه النادي الأهلي. بنحاول والله بقالنا كتير قوي مع كل أعضاء مجلس الإدارة ومع الكابتن خطيب، لما الدنيا تبقى مدسنة الموسم يخلص الاول، لما نشوف الدنيا هيبقى فيها ايه، وبعد كده دخلنا ببطوله ثانيه كالعاده يعني. هو النادي الاهلي ولا البطولات بتخلص ولا البطولات بتخلص ان شاء الله باذن الله تستمر باذن الله. طيب استاذ سامي، هل يستحق اللاعبون في النادي الاهلي بهذا التكريم؟ اكيد. ده يعني ده مش تكريم لبطوله افريقيا بس، انا تكريم لموسم شاق جدا ومزدحم جدا ببطولات، ما في بطولات اخرى، في سوبر افريقي، في سوبر مصري، في كاس مصر، كل النتاج السابق ده كله يعني توج باللقب العاشر، لقب البطوله العاشره. فطبعا ده اقل شيء يعني مجلس اداره الاهلي بقياده الكابتن محمود خطيب يعني أراد أن يتوج اللاعبين بهذا الحفل، يعني تعبيرا عن تقدير المجلس وجماهير الأهلي لهذا الفريق. فريق يعني بالبلدي كده شيء جدا في الموسم ده. أيوه. شيء شقاء بالغ. ويعني ودفعت ثمن بطولة الدوري الضايعة دي، دفعت ثمنها يعني ازدحم عليه الموسم بعد اللقب الافريقي بشكل قاسي جدا.
واستطاع ان هو يعني يقف على رجله في وقت ربما لو مر فريق اخر بنفس الظروف ربما كان حصل له انهيار، لكن الاهلي فريق الاهلي ولاعبته يعني يستحقون بجد واستحقاق عالي جدا هذا التكريم اللي هو يعني بيعبر عن فرحة يعني حتى تكون هناك مشاركة جماهيرية لأعضاء النادي الأهلي وجماهيره مع اللاعبين في هذه الاحتفالية، فطبعا هو تكريم مستحق. وخلي بالك كابتن إسلام إنه هو خارج من التكريم ده على بطولة أخرى بالظبط، يعني إيه كثار البطولات مش لا يتوقف في النادي الأهلي إن شاء الله. فطبعا إن شاء الله نتوقع يعني هيكون هذا التكريم او هذا الحفل عمليه ريفريش للاعيبه ان هم يخشوا على البطولات الاخرى كاس مصر وسوبر افريقي وسوبر مصري بروح عاليه جدا وحماسيه نستهلوا الموسم الجديد بعدد جديد من البطولات ان شاء الله. استاذ عصام حضرتك حضرت حفلات كثيره جدا تخص النادي الاهلي، ولكن من وجهة نظرك كيف نستطيع أو كيف يستطيع اللاعبون الاستفادة من مثل هذه الحفلات حتى ولو معنوية؟ شوف هم يستفيدوا أنه كابتن محمود خطيب وانت خسران بطولتك المفضلة الدوري بينزل ملعب المباراة علشان يقول للاعبته قصرنا في حقكم، لأنه الموجة كانت عالية قوي في سكة أنك لم تحصل على درع الدوري اللي كان هيبقى رمزيته رقم 43 بينما احرزت ما هو يعني باقي جعبة البابا نويل البطولات يعني على مدار سيزون ملتحم بسيزون او موسمين ملتحمين. وبالتالي حمل محمود الخطيب صك الجمهور شراكة مع انه المشرف على الكرة ورئيس المنظومة الإدارية الحمراء باعتباره رئيس النادي أو مجلس إدارة النادي الأهلي ليؤكد للاعبين أنتم الانكسار اللي بيدعى عليكم به هو ليس انكسار، هي بطولة أفلتت، لدينا ما يستحق أن احنا نأخذ بعين الاعتبار أن احنا هنعمله، لكن أنت محل تقدير. وراح موجه الكلمة للجمهور أنه أوان الاحتفاء بنجوم خلاصة عرقهم كله للشعار للرمز لهذا الصقر الطائر دائما محلق ببطولات بعيدة تماما عن أي أرقام يا جماعة، ودي حاجة ما تزعلش حد ومعرفش ليه الناس بتزعل من هذا الواقع، يعني ده واقع رقمي مالوش أصلا أي ردة فعل. وبالتالي اللعيبة هنا لأنهم كانوا نسوا فكرة إن لهم حق التكريم، ده أكثر ما يمكن وصف نجوم الأهلي على مدار التاريخ به، اللي هو أنك بتقدم ولا تنتظر لأنك متأكد أنك حصلت على كل حقوقك بحالة حب من جمهورك وتمام الاحتراف منذ بدأ في مصر، أنه خلاص أنت حتى كل نجوم مصر على تواليها لما بيجوا يشرحوا يقولك أنت في النادي الأهلي يا عم عندك الاي تي ام دي، ده معروف محدش بيسال حد ولا في بتاع متسطره ولا تمضي قدام ورقه، ده من ايام ما انا كنت بلعب، ما انا بقول لحضرتك من 2002 ولا 3 منذ بدايه الاحتراف. وبالتالي ذكرهم بان النادي الاهلي هذه هي الجمله، الاهلي فوق الجميع، فوق الجميع دول الاداره واللاعبين وجمهوره، ملوش دعوه بقى بمن هم خارج الاسوار، خارج الاسوار ده موضوع تاني، هذا هو محيطه. عشان كده جاءت معبره، جاءت لتعيد للاعبين اللي قالوا الاستاذ محمود والاستاذ جمال انه والاستاذ سامي اكدوا ان ده ريفرش للاعبين ان التكريم هو حق وان ده اوان فرحه الانتصار. وهي بدات الحقيقه زي ما عندكش اي انكسار من اساسه، هي بدات الحقيقه زي ما حضرتك قلت بكلمتك، يعني بدايه الاحتفال بدايه الاحتفال كان بكلمتك كابتن محمود الخطيب مع اللاعبين في الملعب واتكلم زي ما حضرتك قلت بالظبط كده في اطار ان احنا الفتره اللي جايه هي فتره اللي هي مالكم في ايه ده احنا مقصرين معاكم يعني ده بامانه شديده يعني منتهى الاحتراف بجمل مش مؤثرة بجمل واضحة جدا جدا يا كابتن فسرت الكثير والكثير، عشان كده ضايقت ناس ان ملقوش فيها ايا ما يمكن الارتكاز عليه، يعني انه يطلع انه ده كلام مش متعارف عليه، لانه الكابتن برضو كرجل كرة قال لهم يعني ما معناه
ان الدرع متداول وبالتالي خلاص الدرع افلت في موسم، ايه المشكله يعني؟ من 42 درع انت كنت رايح على الدرع رقم 43 متداول معاك لغايه المباراه قبل الاخيره، شكرا مبروك علينا، هيا بنا نكرمكم. دي كانت البداية، هي بنا نكرم هذا الفريق اللي يستحق بالفعل هذا التكريم، وإن شاء الله اللي هيبقى يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة 8 زي ما قلت لحضراتكم، وحفل مبهر الحقيقة. عندي علم شوية في بعض الأمور اللي هتحصل فيه، تقول لنا شوية تفاصيل كده؟ لا مش مسموح دلوقتي إن أنا لسه ممنوع. فإن شاء الله تبقى حاجات مبهرة كالعادة الحقيقة، تشوفوها على شاشة قناة. نستحق، كل اللاعبين يستحقوا الحقيقة هذا التكريم، إن شاء الله اللي هيكون مبهر على شاشة قناة النادي الأهلي.